كان وجد صراحة السينجل وإن شاء الله ديو اللي كيجمعني بيني وبين الأب ديالي. الحاجة اللي كنت منها من صغر ديالي وأنا باغا نديرها وإن شاء الله تنال الإعجاب ديال الجميع. غتكون بالغيوانية غتكون شي حاجة مغربية شي حاجة أكيد مغربية كاين غيكون خليط إن شاء الله. بما أننا في رمضان بغينا نعرفك القصة ديال رمضان كيفاش كتمر عندكم أجواء رمضان؟ صراحة عائلية يعني كتجمع العائلة مرة كنكون في الدار مرة كنفطر برا يعني على حسب كل نهار وشنو كل نهار كاين الجديد. عيد ميلاد شفنا احتفلتوا بالدنيا تقريبا الايام في عيد ميلادنا قربنا اكثر من الاجواء الاحتفاليه اللي كانت بشكل يومي تقريبا. شفتي لها فكره صراحه لي كادو ما جبتش الصراحه لا ما عندناش هذيك الحاجه ديال لي كادو يعني عادي بيناتنا احنا ماشي بالضروره ان تيكون لانيفيرسيرات كتجيب الكادو يعني الهديه كتكون في اي وقت فهمتي الوقت ديالها ماشي محدد يعني داكشي علاش ما ديريناش براسنا صراحه عادي. بغينا نعرف واش كتخدمي كوزين كوزين صراحه لا ما تنوجدش كتخرج كوزينه الا لضروره يعني انا الوالده ديالي من الناس اللي ما تتبغيش الروينه يعني كتبغي الحاجه حطاتها في بلاصتها تخليها في بلاصتها وتبقى في بلاصتها يعني ما تتبغيش انسان اخر يدخل لشي بلاصه ديالها يعني هكا ماما وهادشي شادي نقول لك غير يكون داكشي مالح وصافي ما عنديش صراحه ما كتشهيش عند هادشي اطباق معينه لا لا انا ما محتاجاش رمضان باش نتعصب عادي يعني كانت شي حاجه غتبغي تعصبك راه غتعصبك كانت شي حاجه ما تعصبكش راه ماشي بالضروره تقول ترمضنت ولا دير سبب رمضان لا ممكن نعرف شنو المسلسلات اللي متبعه ولا شنو المسلسل المغربي اللي شد انتباهك انا دابا متبعه غير المكتوب هادشي اللي متبع صراحه يعني خلق ضجه كبيره وجاني فضول نعرف هاد المسلسل شنو الحكايه ديالو صراحه لقيت الرساله ديالو زوينه الممثلين يعني زوينين كان يعني في المستوى يعني كلشي منظم صراحه برافو عليهم يعني المسلسلات ديالنا المغربيه غادا كتقدم يعني كل مره كاين تقدم نقدروا نشوفوا في مجال التمثيل ان شاء الله كاينه هاد الفكره مطروحه ديالك كاينه هذه الفكره غير باقي ما رقم اجراءه ربما الخطوه ما بعد نبغي نعرف شنو مشاريعك عرفنا ان الاغنيه اللي كنت سنتي كتحطها في مستوى المشاهدات عاليه وضجه في مواقع التواصل الاجتماعي ونعرف شنو الجديد ديالك واش كتبغي دير شي حاجه جديده ان شاء الله تنبغي نقول لهم رمضان كريم دخلوا عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله باش ما تمنيتوا والتوفيق وتحققوا كاع الاماني ديالكم في الحياه وتوصلوا كل شيء كتبغيو ان شاء الله وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي